هوشانا عاشر يوئيل ملوءة تشعيثة صدرة صيراية صبراية دراشة درأس إراية ناث خازقو دراشة عبر شقلوا لن ديواني ميرن ديواني مو ديوا قهدانوثا مشمنتا دامي والوزير واثا قدوا زونا ديان خاثا ين دارايا وثوان زوان من أوقما يتيلي قيمة مصوثا ين أماس دمرخ ويذا لطرسة لديواني إيوي وعمر بالخطاب وإيوي لموتا استرشت آسي برناسايت ودانوثا مشلمنتا ومرن من ديواني أنا إثي لأن أطلع تخلوب يا مواي معاوية بر أبي سفيان عبد الملك بر مروان هشام بر عبد الملك أن قيمة لم طورن لأن كل ديواني مطرسي لخمنيانا من ديواني خاثي إثي خزيخ أن قايت ديواني تيخش قيلة إيوة ديوان ملك عيوثا وديوان بلارا وهرهاد خيثوال أن ديوان ثلاثة ديوان طليموياثا وشقيلخ ديوان تقرياثا وهراد شقيل ديوان خرايا إيوه وديوان نبقاث إديو تأخم كم لخلا أن ديوان ديان إتوالان ديوان خاتومة ين عمريخ ديوان الخاتم أو من شميدية مو ديوه واشولي دي إيوه اختمتت إقرياثة يعني كل رسائل كل قرارات كل أوامر بلطيوة من تخلوبة فشي واختيمة بدوا ختمة ين بدوا خاتومة و ديواني نتخاز غوا ديوان إلى بليطة فسقانة من تخلوبة معاوية بار أبي سفيان دمو دي لم قلت ليس ولا سبب دي لم قلت لي أول ديوان يعني متل لي ختم ما استمر لي ختم بريشة ياثي دي إنجاني دي سبب قذا من أقر ياثي دي إلى مزور قاوة يعني أو قطو سكتوي خم دي قودا خويشاتة أقرتا إلا وهذا لسبانوثا وهذا لتزوير قاوة فمشو خلب إلا لآني محتويات داي رسالة فيش اللي مجبور قاد بالت أو ديوان إلى ديوان خاتم إتن ديوان خينا أنا مقاية وغدانوثا مش المنتم ريوالي ديوان سكيما يعني أمر خير عربي ديوان الطراس يعني طراس مو ديوان أو ديوان قيوم وان بين طراس تكلوش يعني أنا دخشي دي أنا جنود دي دخوال وشها تخلوبها دخال وشي دي أنا وزير قرانة وغدانوثا دخوال جلها هرهادخ أن آثي يعني أعلام يعني آني أمرخ رشمة رسوم قداي أغدانوثا مشلمنتا كل من شولان الدوا يعني ثواناش بريشة وقت قميوة بيم طارستا دنا آثي يندنا رشمة يندنا الوشة إنا والتخلوبة إنا ودنا قرانة أغدانوثا فأوى شولي دي ديوانت اسكيما قيموا بطارستا دنا الوشة وامرخوا موديلات وأن من ديانة داوة بريشة إنا وبتخلوبة إنا وبقيسة إنا وبقرانة أغدانوثا إثوانا ديوان خينا 8 إيوه وديوان زدقاث أو أمرخ ديوان الصداقات أو شو لدي إيوه ومودي أوذو إشراف على المال إثيه يعني كما هو مال إثيه من زكاة يعني من مخصي وأنا بيشي ونقولي بوث يعني ياثت ناموسا يعني أنا ما استمرخ بيشي ونقولي حسب أمرخ أحكام الدستور يعني أو ديوان زلقاطة خازي وإكمال زوز إثي آني لسنيقة آني لسنيقة قميوة يويوالي من دنا زلقاطة وزايتو مرخا شوك ما قليل بزمان من يانا من ديواني من ناي ديوان أوات أمرخ أخدوثا يعني قيامة لخكمي ديواني خيني من ناي إيوى أو ديوان أخدوثا يعني أمرخ ديوان الانضباط وأخا يعني كلهم سجيوا لشمانة كتخا مو إكلم الكايوثة أرعى كتخا كمالة ما استمر خوار دي قد شقلي وأن صداقات من نادي إتوانا ديوان خينا أطرى إيوه وديوانة عدايا يعني عمريخي ديوان الأزمة واني لم ترسل لم ترسل لتخلوبها مهدي إيه لي قيمة ترسل لا ديان تمودي ويا أوى غاية دي إيوا وقد برقي ومن قطرة قد برقي ومشاكل جو أغدانوثا يعني مترسل ديوان نمارة مترسل ديوان كل ديوان عوث يعني أخا وإذا لأكثر من خا ديوان قد خا عوث مراقب الشول الدخينة قد مو قد شول عاز الأقامة يعني تاي منافسة تمريخني قشولا بصبايخ من خوران يعني أنا أي ساعتين أو ديوان خينا أمري وخا بصباي يعني أو من ديوي ورابع نمقايا قد خا عوذوا دا يقوثا يعني مراقبة سلوك دخينا وأو من دي معوذ ذلك قد أغدانوثا بايت تزاوى لقامة وبرادخ مارالي صغت مش تألاني وشتاني وكاثوت ديواني قتروي أغدانوثا أما ويتو عباسيتا مارا ولا ومشلمانه
ولا أرباي إلا إيواوا من سنداني وكليشائيث فارساي تعمودي لمثي من سنداني يعني عمرخ الأنصار خاصة مثي لفارساي سابقاني بش إثوالة خبرة بش إثوالة نسيانة بش إثوالة معرفة تامة وإدارة من مشلماني مشلماني أي قبابة هدي هدي فياشا ما تمرخ مخدا أبدانو ثوارا و قدوة شولان شولاني الإدارية إن آف خازخ مارا لأن الشاني أن لغات با ويش مبلخي يقول ديوانة أغدانة هل شيء تتشوام ما إيوه والشاني بارسايا جو عراق أغدانة مذن خاية والشانة يونايا ما في الخوالة جو أثر الشام للشانة قبطايا ما في الخوالة جو مصر مرن للشانة ما في الخوالة ديوانة أغدانة هل شيء تتشوام ما يعني هل شيء تتشوام ما في الخوالة نفسة للشانة يعني ما استمر قربة فترة مانيش إني باثر برستت مش المانوثة ما بالخيوة نفست لشانت ما بالخيوة لقم مش المانوث إيوه ولشانة برسائق وعراق وأنا أفداني مذن خاي ولشانة يوناي باثر الشام لشانة قبطاية ما بالخيوة لي جو مصر لخا بيثايخ الختامة دوا أمريخي ترعة ريانة تافخ ترعة ليثايا إلي زوعي والبانايا ورنياني مش الماني خازخ مودي واو اني قنطروني بش انا نقاي مودي واو ان قنطروني بش انا نقاي تزوع رنياي فيناي يعني مستمر مودي ان مراكز بش مهمه دي الحركه الفكريه والحضاريه جو بخلت جدوى اثرى اربايا الان خازق قام ايواوا مكه ومدينه يعني من شو راي دارة تشعي ثاناي مسلمان وسب تروي مدينة مكة إيوة زونا قد مايت مسلمان بيش لي قطر يعني ناخذ بقى خا شؤالة تجناني تمودي مكة مدينة إلى بياشا أن ترتم مدينة قام أيجو تشعيثة مسلمانة سبب يدخ قد مية إيوة قام أيجو مكة وخرثة إلى زيل المدينة يعني مسلمانوثا ما استمرخ إلى بلتام تاما إلى بريستام تاما فهذا زائخ مكة مدينة إيوة آني ترت مدينة قام أيت إلى براسة جواه أول زوعة رنيايا ذنايا مسلمانة هذا إن أخذ إثوال قنطران تريان ورابع ننقاق تشعيثة إيوة وعراق عراق إيوة قنطران تهدانوثا مسلمانتا إيما لو إيثا قنطران تهدانوثا مسلمانتا زونا عباسايا دامودي سب أخني مرن عباسايا إثيلا شقيلا لألا بغدت أرشخيتا دياي وبذيتا بغدت في أشهر ابنيثا هو رابع ننقايا لأول سيقوما بياشر ابنيثة بشيتة شوام ما وشتي وتري مولادة وإذا لا أرش خيتة دي يا أخي ميرف قام مني قد شيتة اشتامة اشتي وخا أمواي إثيالة شقيلة لمذيتة دمشق جسوريا أرش خيتة دي ميرن أرش خيتة أمواي إيواوا دمشق أرش خيتة عباساي إيواوا بغدث خارثة ما رألي من بغدث دي لبشتة قنطرون يعني أو زوعة رنيايا ومذينايا ما رأل أبقوا بصرة وكوفة بيش الأمطرسة ترتين مدرشياثة مذيناية مشخل بي زو إيواما مدرشياثة مذيناية مشخل بي وما رأل وشوك من يعني إيواوا متعلقة يعني قراءوا من ديانة متعلقة بالأمور الأمريخة المدنية إلا ما رأل أبقوا يصبح لك بيولبانة قرآن وقرأيته وتنيتة همزمياثة وأمنة للشان يعني قراءوا فنون اللغة العربية منها قراءوا قرآن هراد خناف الخازخ ما رأى لي قدار أروي عيد قالوثة يعني صيرايت مولادة بلاطة لا تري أمري ولا أخوان صفا جو بصرة أن يوا متأثرين بمو متأثرين وو بحضارة وفلسفة اليونانية أنا ما بيوني يوا قرية فلسفة اليونانية قرية ما بيوني كثاوت أرسطو أفلاطون سقراط فإيوا متأثرين بنا بيا فلسفة اليونانية بايوا يعني تذيوا ذا أمريخ ذا انتفاضة واسعة ينخى قوم رويخة قد بايوا مشخل بيوا لكنوشيا مسلمانة يعني نحو الأحسن وقيمة لجاروبة إلا ليلة منتية خارثة مالا ليموات إثل الصورة بغداد مالا لبشتا لخا مدخا كريا قنطرون عمرانايا ذينايا وما لو مزق معابد زيد لقاوة بث يلبانة زيد لقاوة بث أركة زيد لقاوة وما لو أثاوة طلاب من مذن خو معروقات شقلي ويلبانة من بغداد يعني أول من دي ليلي خمن دي مصدمرخ نخرايا ليه خمن دي غريب الأثرة دي يعني البغداد قد أثاوة رابع قراوة لخم ويناث خازخ قارت يا ذو عم شمه يعني قارت يا ذو عم شمه قو عراق إيواوا موسى كاظم
وأبو حنيفة وجاهظ وسيبوي وابن قتيبة وطبري مال العنة كلها أكل قرية كل قبيلة للتربيثة يلباناي جو بغداد قنطروني يلباناي خيني إنه كوفة يعني جو بصرة إن آثا خاز قنطران ديان مذيناي ورنيا تليثا إيوا شام ومصر إن آثا خاز درست عويرة ميرخ شام إكتمرخ شام ليخا شوخ بس سوريا إلى سوريا وإلى لبنان وإلى فلسطين وإلى أردن مع الغزالة أثر الشام مثخت أن زنجايو أي أيوباي يعني أمريخ الزنجايو أيوباي خزاو عايو البناي رويخة وبني الأرابة مذيناثة وبني لقمذيناثة دمشق وحلب وقدس مذيناثة خينة مودي رابة من مزق ذي رابة من مدرشياثة إلى بني رابة من مزق ذي ورابة من مدرشياثة إيوا وبياشا أن قنطرونة مذيناي ومردوثاناي أخقو موشام ينقو أثرت مصر خرثة إتلن لخا باطر شلطنتا على بغداد يعني أخاني لم شلطني على بغداد إيوا مغولاي وتلخت تخلوكوث عباسي تبشي تتألب وترين وخمشي ثمانية أي مصوت لن دراش تعورة بش زودة من خاقا إلا وكوش لقليمة مذن خاي يعني أنا قليمة مذن خاي أنا أمريخ الأقاليم الشرقية دي لا إثي أخم شلطني لألاها أنا مغولاي مارلي أو يقرأ أو ثقل الحضارة الإسلامية إلى مشونيا يعني أمريخ كليا بريقتا لبغداد ليش لا بيشتا أو قنطران ذينا يوثا مش المنتا أكل مشونيا مشونيا للشام ومصر يعني بسبب الظروف بسبب قراوي بسبب كوشتا مغولاي باقدوثة هولاكو البغداد معواذي لقات مشونيا قد مشونيا أي ذينا يوثا مش المنتا كل نائث من بغداد آزا الشام ومصر وعلى روبياشا لقاهرة ودمشق يعني قاهرة ومصر دمشق وحلب جو سوريا كاشا شوبت بغداد مذيناث عراقاي خين يعني أن قاهرة ودمشق وحلب ما استمرخ كاشا شوب بغداد وكوفة وبصرة جو عراق إن هذا خازخ خازخ مرة لأجد لهم قبل مماليك شليطوثة يعني مماليك إيلم شلطنة جو مصر إيلم شلطنة جو أثر الشام إيلم شلطنة جو حجاز إيلم شلطنة جو يمن بس خازخ مرة أنا مماليك أجد لهم قبل شليطوثة باثر أيوباي جو شام ومصرين مرة بيه لمودي كشي ومخ أيوباي يعني أن شلاني أن بلخان عمراناي ده بقيمة بياي أيوباي باي وأن مماليك متممي ولا أو من دي وخا من دي سباي شوق من بلخان عمراناي ولا الأب وذي واهتمام بدنا علماء بدنا كتاب بدنا أدباء وملبي ولا وما رأي لهم لخ عدد من المؤسسات العلمية يعني قيمة لم شتأسى لخ من يانا من شتأسى يلباناي أكق قاهرة وما رأي لقاهرة بيشتا لأغ بغداد يعني قاهرة بدانت دانا مماليك ماسك مدمخة البغداد دانت عباساي وبيشتا لقاهرة أرشخيتك يلباني ورنيا وصبروثة وقنطرون ياذوعي وصبرة يعني بياشلا عاصمة العلوم والأفكار والأدب وبياشلا ما استمرخ مركز لعلماء وأدباء هر هادخ إن أفخازخ مارا لدمشق وحلب أب دمشق وحلب مارا لم طيلة شوي القاهرة يعني يبهن إلى مطي المستوى القاهرة ويواوا ما استمرخ تري مراكز رابا خصبة كتابة التاريخ يعني يزايته قد أثر الشام ومصر بياشلا رابا مهم إثوالا خاقر رابا قورا قو تشعيثة موش الماني ومعود لقد قامي رابا من دنا يا ذوعي تم مخدوة ابن تميمة وابن قيم والجوسية وابن غدير أو زين العراقي وابن حنجر أسقلاني السيوطي أو ذهابي أن كل إلى من دانيا ذوعت إلى قريق إنا وقو أثر الشام يعني بابا دو مصر إطلا معروة مشلمان وأندلس معروة مشلمان وأندلس معروة مشلمان مقصدي إلى أن أثرواثة مغرب جزائر تونس ليبيا ومنها موريتانيا وتأثير ديها الأندلس يعني أمريكا أندلس غرناطة إشبيليا تلاقو إسبانيا
ما لي طول لي إثبات تركيا ودن واثو مرابطين محدين خجر رابا جورج وستثت مش المانوثة، يعني أن إلى طول خجر رابا جورج وستثت مش المانوثة ومطورنت يولبان مش المانج وكنيثات مع عروة أفريق أن يبغى خكمة ودن واثا قيمة لبدارة خديسر وتريسر مولادة، فأن إلى أويذا رابا قد تثبيت مش المانوثة مطور لي يولبان مش المانج جو ما أروى أمريخ مسلمانة وأندلس ويناثخ من قليمة خامشة يعني دوكسة خامشة تيلا رابا أن انقاثة من قطرونة مسلمانة إثوالا خراسان وقليمة مذن خخرين خراسان يعني قيران وأن قاليم الأمريخ الشرقية خين ما دا قالي من دائم بين شلطان ومدن خا مسلماني سواناي عزنواي أن سواناي عزنواي وعلى الإثوى لخجر خينا أباني قورا قو تشعيثة مسلماني وقو تشمشتة يا ذوع مدن خا داث خازخ دخيوي وطخصة ملكانا يعني نظام الملك دخيوي وبزونة دي دنا مسلماني إيه مرئي وإلى وزير مشان تروي شليطة شليطة سلجوقاي آلب أرزلان ملكشة ما رطرين يشت أستت مدرشت يعني ما رلي أن إني وآلب أرزلان إني ملكشة ما رأي وإثوالا تخمنتت مشت أستت مدرشتها ما رأي مدرشتة قد ميتة أي مهمة لها مدرسة الأولى في التاريخ الإسلامي المدرشتة قد ميتة قدش عيتها مشلمنتا إيما لبياشة بنيثة بياشة بنيثة شيت ألبا وإشتي وخمشة مولادة جو بغداد أرش خيتة إيوة وأرش خيتة ألبا وإشتي وخمسة بغداد إيوة وأرش خيتة بدانا ديت بدانوثة عباسيتها وما لو بيشتلى ذعتة بيشتلى ذعتة ذا مدرستها طخسيتها يعني إيوة ذا مدرسة نظامية يعني ذا مدرسة نظامية لم خرطة بصرة دي إلى بنايا ديناثة خينة بخلت مدرشياثة خينة جو بغداد وأباني بيشي لقرية مدرشياثة طخسايت خازخ مأخا من جيبا مالا يا مارا لشالطوث تهدانوثا مارا آي وذاو خيروث على المدرشيات يعني آثخ خازخ من جانب المالي أن درشاني أن يا لوبي أن مدرشياتا أني صرف ولا مارا لإثوى أهدانوثا وذاو اهتمام بدنا وذاو أشراف على المدرسين والمعلمين يا ولا رواتب وأباني نفق يعني أن من ديالي السنقي ولا يا لوبي كل قماوة أي أهدانوثا مقروا ولا قام درشاني وهرهادخ قا يا لوب قما ومقروا ولا قام درشان وهرادخ قا يا لوب تاسخ اخ بريكلن اب من دوا ترعى تاسخ خازخ اتلن مودي لو اخاثا مودي لمناي دار مصعاي ومصوثخ قدنا دار مصعاي خا مختصر تاريخي على كل ذاك ينافخ من بكر جناني تمرخ مودي لدار مصعاي ما دار مصعاي مهما شخني أمرخ مصعاي إلى من دي تنابل بيتري من دياني يعني خم دي قام مني وخم دي بصر مني نيشة من دار مصعاي ما إلى آني مشكلة تشعي ثاناي إلى أن مراحل التاريخية نابلين بالدار عتيقة وزونة زونة خثة ودارايا أكيد يعني نابلين بالزونة عتيقة وزونة أود خثة ودارايا ما أو أن دار مصعاي يتولى خكم صفات جناها ايوا بريش من كل جبانه انا وقنوماي انا ورنياي انا هوناي انا سياساي انا مردو ثنايه مالالي كنت زونه اخني هذا كنت زونه اتلي حكمه تخمنيات الجاني من كل جغله من كل خباط فابانا دار مصعايه ايوا بريش من دار عتيق راد خيل بريش من دار خاطه بحكمه خباطه بريش جناه مرنا وقنوماي انا رنياي انا هوناي من زونة تشعيطة طبعاً ليه قاوي داث خازخ مودي لأن مشقلة أخذ تشعيط مصد كردستان لا والورم عام مصين تلا با أكتب آس كيم يعني آث خازخ تاريخ مسلماني دخي ماسخ مبالخ له يعني تاريخ قرذاي دخي ماسخ مبالخ له فأخذ ماسخ مرخ مودي لمشقلة عور له بياي تشعيطة قرذاي كردستان من دي قامة تشعيث عتيقته يعني إيمان خجب نخا تشعيث عتيقته تشعيث الزوني عتيقة من تشعيث قرذاي ما رأي مشاري من نغة تشعيث قرذايته يعني مشاري من فجر التاريخ الكردية وأمنا هاليومان ترميث الثخياثة قليمة كردستان بيث عرباي يعني ما استمرخ من فجر التاريخ يعني من داقة
فتوسترع البيشنه يطلع البيشنه قام اولاده هلا قد تيلا بثيخه ان قليمه كردستان بيخ اربا يعني بدانت ميرخ عمر بن الخطاب شقيل خافيه لقدانا مناطق يعني ما استمرخ هل شيت طلع اما اشتام وطلع ثيو اربا اشتام واربا اربا ادانا تيلا خيمة عمر بن الخطاب اي كل امري لتشعيثة اتقتا يعني تقريبا الى تريال كو اشتامش اني هل طلع البيشنه امري لتشعيثة اتقتا قرذاي ميرن الى من فجر التاريخ كردية فثخت دن قليمة كردستان بيث أرباية مسلمانة خبريشائيث بزونة تخلوبة هدي أتريانا عمر بن الخطاب خاز بتشعيث الدار مسعاي زونة مسعاي ماكلا مشاريا من ثخت كردستان يعني من ثخت كردستان مرن دانت عمر بن الخطاب دارة شوى مولادة اشتام وثلاثي واربا هل مشاريت قراوة جلديران 1054 سرفالخت كردستان يعني إلى هذا خازق أو دار مصعي من فتحت كردستان هل قراوة جلديران أو قراوة إلى مهم رابعا قايق وتشعيثة سبب إيوه وقراوة قامت إلى بريم بالصفوايم بالعثمانايم ومصو أول مرة بياشان بولخت كردستان بالصفوايم عثمانايم جو دو قراوة ألبا خمشام ما وأربس يعني ما استمرخ إلى ذا فترة تقريبا خا اطعام ما شنه 8 يوم وخامن دي شنه 8 يوم وطي هالاطعام شنه ما استمرخ الى اي فتره يعني ثقته من ترميث ثقته كردستان هالقراوة جلديران طالخت كردستان جاي قما ثمبيل عثماني بير صفواي خرثه مره لي تلاش كوثا ثقته مسلمان توقليم من دينات كردستان يعني وقراوة جلديران إيوة تريقت شيئاً قاية رابة مع بذاني على تشعيثة قرذاي يعني تري أحداث رابة مهمة جو تاريخ مسلمانة يعني قرذاي خا إيوة أمريكا الفتوحات الإسلامية خاصة قدنا مناطق دي من دي تري إيوة وقراوة جلديران سبب مالا لأو من دي أن تري قد شيء إن قراوة جلديران إنها ثاخياثة مسلمانة مالا لإثوالا خا ذي ثوالا ذا مع دانوثة عمقتا خلقيته يعني ثوالا خا تأثير عميق مصيري عال قرذاي جو ديا نيثا إن آثر خازخ أنا داري مصعاي بياشا بولي أبنى ترتي مراحل يعني بياشا آية ميرن من فخياثة مسلماني هل قراوة جلديران أبيا ميرن قريخة داري مصعاي أبيا بولاثة ووالتري مشقلة خامنا إيوة وزاونة تخلوبوثة مسلمانتا ما كم شارية وزاونة تخلوبوثة مسلمانتا شارية من مطيتة مسلماني مذيتة حلوان وجلولاء هل كوشت بعد يعني مطيلة قدنا مناطق حلوان وجلولاء خا كسليمانية وبن بنياثة وهل كوشت بغداد في جيسة مغولاي هل قلت له أثي مغولاي قوش له بغداد شيتة ألب وترئم وخمشي ثمانية قلت له منبلة لا تخلقوث عباسيت أي ذا زونا خينا إيوه وزونا شليطياثة كوشتة مغولاي تجلاريتا تيموراي تركماناي أنا أمريخا قارقوين له الخروف الأبيض والخروف الأسود من بلت بغداد هالقراوة الجالديران يعني من دي تري حدث الثاني قد شطريانا إيوه وقدية قدية دانت من 1058 هل 1054 بسر أن كل تيلة خارج لشمانا لخا إنه مغولاي جلراي ختلة جلراي إلى تابع مغولاي يعني تيموراي يعني تركماناي يعني أن مقصدي تركماناي لا تركمان لا إلى أن أمريخا قبائل القرقوين لو أقوين له الخروف الأبيض والخروف الأسود فأي مرحلة إيوا هذا مرحلة مهم من 1058 من بلتة بغداد هل قراوة جلديران 1054 إتلان ثلاثة تشعيثة خذته وداريته يعني مشارية من 1054 وهال مصعد خذته إلى هال مصعد دارة أسري وداريته إلى إديو تشعيثة ديوخ إديو جاودية داث خازخ قرذاي مو ديلا يعني دخي واو خيوثا قدار مصاي قرذاي آنيلا مالا دا قرذاي إلا ذا أمتا أتقتا ذا أمتا شرشيتا أصيلة ذا نبيلة إلا أمتا أمريخة قديمة أصيلة نبيلة وإلا ذا من أمواثا قوري مشمت مذنخة ديو أكيد إلا قرذاي إلا ماستامريخ
ومتى ترتي آثا بأثر عرباي من منيانا جو أثرا ورادخ إتلن كرداي جو كردستان أمريخا العراق وإيران وسوريا ورادخ تركيا ما لا مشكلة من عتي قوثا جو كردستان يعني خيال من عتي قوثا جو كردستان وويذا لا أمريخا يعني مكوينة عن كيانة مزافة يعني بيش متلائمين يا المصيلة ما بسمي من مزاغة كردستان وشقلة اسكيم الخملة عم طورة يعني أنا خيلة قطورة ورغولة ودشتة ومية ومبوعة صبي ونارة يعني أنا كل من ديانة معوذ ذلا قد أن قرذاي خاي لخا يعني مصيلة ما استمر خاي من ديا بيئة إني لا طورة إني لا دشتة إني لا رغولة إني لا مية صبي ورادخ مصيبة خي ولخ تاثق خازخ مودي وان امرواثا قرذاي ترسلي قدنا داره مصعاي من داني مرواثا قرذاي ترسلي قدنا داره مصعاي اثوال الاميروثا تحسنمي ينبرزقني مارا لأي اميروثا ترسلا بياث شربزت اي برزقاني فخلت من برزقني الى برزقاني اكا جو اثر الشهرزور يعني الى قدية منطقة الشهرزور جو أربل وسليمانية أن بنياثة وقليمة طوران بزونة أميرة أني حسنوي ابن حسين برزقاني مالا لأن شلطن لي زودة من سري شنة يعني هي ميروثة حسنوي برزقاني شلطنة زودة من سري شنة هر هذا خناث خازخ إتوالن ذا أميروثة خيتا إيوا وأميروثة شدادية اي اكوا ايوا وقليمة اران وارمينيا يعني ايوا ان مناطق اران وارمينيا ايران وارمينيا وجربية كردستان وذيت كانجا وين ان مناطق كانجا وين ف ان ايوا ومارا اخو ميروث الشداد يعني ان الشداد الى مشلطنه من الطامو خمشي خال الف ومو تشوت اتن اميروثه ثلاثه ايوا واميروثه رواديا أكوا وأيا إيوا وجو منطقة الأذربيجان وجو مذيتة تبريز يعني إيوا وجو أنا مذيناث تبريز ومراخة وشنو أرميا سلامس أن إلى أنا مذيناث جو إيران يعني ميروثة روادية إلى مشلطنتها من أطام وخمشي وأربا هال ألب وشوي هال ألب وشوي وأربا دافق إتوانا نيا هزباني مالا إيوا وذا شرب فقرداي ترابا كريستا وإثوالا رابا فعوي يعني خيلة قد شياثة أربيل وبنياثة تروي زاوية وإلى بريسة بالزاوة ربا وزاوة زعورة وإلى بريسة قدية طورانة كلاشين وسلامس وظهر سوبانة ينخة أرمية يعني أنها هزباني مستمرخ إلى خيفة أخم بالعراق وبالإيران إلى وذا شرف ثرابة مشهورة بيدانة داثخ أميروثة أربا إيوا وأميروثة دوسكيا ين مروانيا أكل أخي أنما على أخي لقوا قليمة جزرتا وزوزان وقمذيتة ميا فرقين وسن كيفا وأرزان وسعرت وجزرت البوتان يعني أن أكل أخي أن إلى دوسكيا مروانيا إلى خي جو ديا منطقة الأمريخة تركيا جو كردستان قربيتا قدرنا مناطق وأن إلى كيمة من الطام وثماني تري هال ألب وثماني وخمسة تاثق إكلن أميروثة خمشة إلى أميروثة أنازي أبهي إيوا وقهلوان وإي لالا شهر أزور إلى شهر أزور ديلا خكيمة مل الطامو تشوخال ألبومو شوسر مارا لباثر ديلا خريوتة أميروثة هسنامي بارزقاني سب مروان أبه هسنامي بارزقاني إيوا وقدية بنيثة أي بيتوثة قرديتا أنازي إلى مقبلة يعني شاليطوثة بشوفاها وبيشة لقو دية بنيثة وبنياثة خيني مقرولة قرولة بشم الدي عناز يعني أنا بنياثة خيوة جوارة مريولة ببناي عناز يعني بنياثة خيني بيشي دي ببناي عناز سبب خيوة أن يعني أنا عنازاي خيوة جواي وطاف خازخ إتلان مودي لأن بلخاني مودي لأن بلخاني تيلا قيمة بياي أميرة قرذاي جو أميروثة عنازي يعني قدي أميروثة عنازي تيلا قيمته جو هلوان وشهر زور مو دي وابا مرة من دي قامة قيمة لأن أميرو بن قشت الزوزة قيمة لم ترسل الزوزة بشماناي وباثر كثوي وشمت تخلوبة عباساي يعني أنك
ما استمرخ ذقو تكثيو شم تخلوب عباسايا ودكثر خيتا كثيو شماي بجاني رادخ مار لقيمة لتخرت شمانة باثر تخلوب يعني أنا تخلوب دنا يعني أميرة دنا تخلوب على شمانة جو أمرخ صلاة الجمعة باث يعني قد تخلوب على شم تخلوب عباسايا أب شم دنا أميرة ديها تخلوا على تام وما لو أن ترى خطوات إن أم طرست الزوزة ينتخرت الشمة دنا أميرة ديها ما لو إيوة ترى ترتين خطوات ترتين بس عياثة تخشوا قد أن أميرة أميروثة عنازي إثوالا خا شلطانة شليت بياثة إثوالا خا شلطانة شليت بياثة ما لخ داثخ ختام الدوا دراشة دراشة داثة بتمصوثخ بأموديو أن كنشياثة بشتن فوق غيبياي عما قرداي قدارة مصحي